الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا منعم وكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتنجينا بها من الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحج وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم وتب العافية، فاعف عنا ووالدينا ومن مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك. اللهم صل على نبينا الذي هو عصمة أمرنا، وصل على بنينا التي فيها معاشنا، وصل على الأرض التي فيها معادنا، وجعل الحياة زادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل ديننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإيماننا إيمان المؤمنين، وإسلامنا إسلام المسلمين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ودعانا دعاء المستجابين، وعملنا أعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نية المخلصين، وأهلنا أهلا مطين، وأموالنا أموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء، ادخلنا جنة مبرى النبي والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء الصالحين، وقنا عذاب النار، ولا تجعل من أهل النار من الشياطين، وكفانا من الفاسقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبغي، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربنا عزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعوانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتواشر عملنا ومسامع علمنا ولقاءنا ومحرمنا وحجرتنا، إنك السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعوانا في أسماء الله بتيتهنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم، تقبل يا كريم.